السلام عليكم مشاهدين قناه لولو يومي، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم ان شاء الله. انا غنمشي نتقدى وخرجتكم معايا نمشي لبيم حيت قريب ليا، وغادي نتقدى في بيم وتشوفوا معايا اشنو غادي نشري من بيم. انتم ما شاء الله كل شيء موجود الحمد لله. المهم جيت لبيم قريب ليا كنتقدى، المهم تقديت داكشي اللي خاصني، ماشي شي حاجه كثيره، كناخذ غير مره كناخذ اللي بغيت.
هذا هو البنات اللي خديت من بيم، هاد التيد ديال لاماشين اللي فيه الريحة زوينة، كيخلي الحوايج نقيين، فيه الريحة زوينة ورخيص، 3 كيلو ب33 درهم. المهم هو اللي عجبني، كنجيبو دائما من بيم، كنصبن به. المهم البنات، شاركت معكم اليوم بيم، مشيت لبيم. المهم بيم البنات زوين بزاف، فيها بزاف الحاجات زوينين. شاركت معكم هذا النهار، الى عجبكم الفيديو ديال بيم ما تنسونيش باللايكات وشكرا، حيت انا كنمشي لبيم حيت قريب ليا، اي حاجه خاصاني كنمشي لبيم كنجيبها. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وشكرا، مع السلامة، إلى الفيديو المقبل إن شاء الله، ألقاكم على خير.